السلام عليكم، مرحبا بكم معايا هذا النهار في فيديو جديد. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو هذه في الفتره ديال رمضان، رمضان مبارك سعيد وربي يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه. اليوم رجعت لكم بفيديو اللي غتكون ان شاء الله قصيره. اليوم النهار الثالث ديال رمضان، بغيت نوجد واحد الشهيوه سهله وبسيطه بامكان اي واحد يوجدها في دارو وسريعه، ما تاخذش بزاف ديال الوقت. اصلا دابا ما بقاليش بزاف ديال الوقت لان عاد دخلت من الخدمه. يلا صليت، هذه دابا تقريبا 6 ديال العشيه، فبا غادي نوجد الفطور دابا. وبغيت نوجد شهيوه سهله مهله واللي ما كتاخذش منها بزاف ديال الوقت، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم في هذا الفيديو. الوغ الشهيوه ديال هذا النهار غادي تكون هي الخبيزات معمرين بالكبده وبالخضره، وغادي يجي شويه حارين. قلت هاد الوصفه واخا وصفه اللي هي كلاسيكيه، الاغلبيه كيعرف كيفاش يصايبوها، ولكن ما فيها باس نوريكم لا فيرسون ديالي. وحتى نتوما كما العاده في لي كومونتير غادي تخليو ليا دي زاستوس و لا فيرسون ديالكم كيفاش نتوما كتصايبوها، ولا اللي عندكم دي روسيت وحده اخرى تسهلي اللي بامكاننا نجربوها. فكنتمنى ان هذا الفيديو تعجبكم، وكنتمنى ان الوصفه ديال هذا النهار حتى هي تنال الاعجاب ديالكم. ما غاديش تكون غير وصفه، غتكون حتى حاجه واحده اخرى، فخليكم معايا حتى الاخر. الوغ باش نصايبو الوصفه ديالنا برينسيبالمون غادي نحتاجو البصيله. هنايا الكميه عندكم ميزانكم، فريمون خدو على حسب شحال نتوما باغيين ديرو. الوغ انا خديت بصيله، خديت معلقه صغيره ديال الهريسه، خديت الزيتون كثرت منه شويه لحقاش عزيز عليا، خديت الربع، الخضره بامكانكم تاخذوا الخضره اللي بغيتو تحكوها، انا خديت خضره كونجلي اللي عندي محكوكه باش نربح الوقت، والكبده خذوا الكميه اللي نتوما بغيتو. الوغ اول حاجه غنبدا بها هي انني نقطع البصله، نحاول نقطعها لقطع صغيره. غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه في مقله، وغادي نزيد عليها البصله تشحر. دابا غادي نقطع الكبده، غادي نقطعها لقطع متوسطه ماشي كاع صغيره، حتى طيب عاد نقطعها لقطع صغيره. الوغ فوالا غادي نحط الكبده هنايا، وغادي نزيد عليها العطريه. الوغ العطريه بطبيعه الحال غادي ندير الملحه، مي غادي نحاول ما نكثرش من الملحه، لان عندنا الزيتون المالح اللي غادي نزيدوه، وغادي ندير الفلفله حمراء. غادي ندير شويه د البزار ماشي بزاف باش يعطي داك النسمه شويه الحراره، واخا انا غندير الهريسه. غندير شويه د الكمون لحقاش انا الكبده كتعجبني معها الكمون، كيجيني كيعطي واحد المذاق زوين في الكبده. المهم نتوما حبسوا هنايا، انا كما قلت لكم في الفيديو اللي فاتت ديالي الكركم اللي هو الخرقوم تنزيدو تقريبا في طيابي كامل لحقاش انا كيعجبني، ولكن نتوما الا ما كنتوش مولفين به صافي حبسوا حدكم حد الفلفله الحمراء والكامل. انا غادي نغطي على هذا الشيء وغادي نخليه شويه يطيب. المهم دابا اللي طابت لينا شويه غادي نزولها باش نقطعها طريفات، وغادي ندير الخضره طيب مع البصل. دابا صافي طابت لينا الخضره، غادي نزيد عليها الكبده. باش تدي الكبده خصها تزيد طيب، لان الكبده ما طابتش لينا قبيلات مزيان، خصها تزيد طيب. دابا
صافي غادي نخليها طيب وفي نفس الوقت غادي نسخن الخبيزات اللي غادي نعمرهم غادي نرد الخبيزات اللي غادي نعمرهم يسخنوا اصلا هاد الخبيزات هادو صغيورين كنشريهم انا واجدين لانه دابا في الوقيته ديال رمضان كيكونوا كيتباعوا فمنين كتكونوا خدامين وما عندكمش الوقت فريمون كيعتقوا كيجيو ساهلين انكم تعمروهم وفي نفس الوقت ما فيها باس حنا كنربحوا الوقت ما كنعياوش واحد ناحيه واحده اخرى كنعاونوا واحد الناس واحد اخرين انهم يدخلوا شويه ديال الفلوس بالاخص داك العيالات اللي كيكونوا جالسين هكا في المارشي تيديروا بغرير وتيديروا بحال هاد الخبيزات انا صراحه بغرير ما كنزعمش نشريه ولكن خبيزات بحال هكا ما فيها باس نعاونوا ناس واحد اخرين انهم يدخلوا يربحوا الطرف ديال الخبز ديالهم في هاد رمضان هذا الحشوه هنايا وغادي نزيد عليها باقي المقادير غنزيد عليها الزيتون غنزيد عليها الربيع الربيع انا كيعجبني نزيدو حتى لاخر لحظه جو كخوا الا كنتم متابعيني غتكونوا عارفين هاد القضيه فانتوما الا بغيتو تزيدوه منين تكون الكبده كطيب زيدوه الاختيار كيرجع ليكم صافي غادي نخلط مزيان هاد المقادير وغنبدا نعمر الخبيزات ديالي فوالا ها هما الخبيزات ديالنا وجدوا لينا ساهلين مهلين مغذيين وكيجيو زوينين في الفطور كنتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم وغادي نمشي نفطر دابا ومن بعد نعاودو نتلاقاو لحاجه واحده اخرى خليكم معايا باش نذوقوا الخبيزات نشوفوهم كيفاش جاوا بسم الله جات المذاق ديال الخضره باينه واخا الكبده باينه والحرور الحرور الحرور فريمون جربوها عرفتي كتجي حاره فريمون زوينه 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 فريمون بنينه جربوها في الدار وردوا عليا خبر واذا كان عندكم حتى نتوما وصفات واحده اخرى ديال خبيزات معمرين سواء بالكبده ولا بشي حاجه واحده اخرى قولوها لي في لي كومونتير باش انا نجربهم ونقول لكم كيفاش جاوا دابا غادي نفطر ومورا الفطور ان شاء الله غادي نفتح معاكم واحد البيوتي بوكس اللي وصلتني باش نكتشفوا شنو فيها هاني رجعت لكم ما رجعتش من بعد الفطور ولكن رجعت نهار واحد اخر مع الاسف ما كتبش ليا الفيلم داك النهار من بعد الفطور غادي نكملوا غادي نكتشفوا مع بعضياتنا لحقاش مازال ما عرفتش شنو كاين فيها لعاني بغيت نخليها حتى نكتشفها معكم اون ديريكت واحد لوكو اللي وصلني من عند لا مارك سويت سباركل هذه سي اون بيوتي بوكس هي وصلتني بحال هكا دايره الكرتونه اي غادي نشوفوا مع بعضياتنا شنو كاين في هذا البيوتي بوكس البيوتي بوكس هذه غادي نخلي لكم الموقع ديالهم هنايا بامكانكم تدخلوا وتشوفوا المنتجات اللي عندهم كيبيعوا دي برودوي ابار يعني سي تان سيت ويب اللي كيبيعوا فيه دي برودوي ولكن ايضا عندهم هذا البيوتي بوكس عندهم بيوتي بوكس ديال الشهر ابونمون ديال الشهر ديال 3 شهور ديال 6 شهور وديال العام هاد البيوتي بوكس هادي مهم الشهريه كدير تقريبا 25 دولار يعني 24 دولار فاصله شي حاجه غادي نخلي لكم عليها الموقع ديالها كوساسوا هنايا ولا تحت في صندوق الوصف دخلوا وشوفوا تقدر تعجبكم هاد البيوتي بوكس هادي في ما فيهاش لي مينياتور فيها الفول سايز يعني الاحجام الكبيره ديال المنتجات كيكون فيها خمسه تقريبا ديال لي فول سايز فغادي نكتشفوا شنو عندنا هنايا عرفتوا جي فريمون ات نعرف شنو كاين Alors voilà. Ah, c'est très très joli. Je vous dis que je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais sais pas. Ou là, le service, le colis, j'ai un colis regroupé. Quand on a un moment, En tout cas, mais bon, c'est pas grave. Parfois, il y a un contrôle sur la douane. Il n'y a pas de souci. Mais bon, il y a un S, le symbole de la marque. D'accord. Yeah, c'est très très joli. خصني نوريكم شنو عندي هنايا نمشي نصلي لان بداو التراويح عرفتو قدامي واحد المسجد ماشي قدامي قريب بون قريب عليا ماشي بزاف تقريبا واحد
5 حتى 10 دقائق ابي وكتسمع الصلاه من هنايا سو كيفاه غنوريكم هذا الشيء ونصلي غير في الدار الوغ ملي كتفتح دايره بحال هكا الوغ نشوفوا شنو كاين هنا عندك اون كارت الوغ اون كارت اللي هنا مكتوب فيها لا مارك وهنايا فيها اون ريدكسيون ديال تخفيض ديال 20% بواحد الكود في اي بي 20 الوغ هذا الكود هذا كيعطيكم تخفيض ديال 20% ما عرفتش واش صالح كنظن صالح لاستعمال واحد وكاتبين فيها بانه الا تعديتو 25 دولار عندكم الفري شيبين يعني ما غاديش تخلصوا لي فري دو ليفريزون غادي يجيكم فابور الموقع ديالها sweetsparkle.com هاد التخفيض ديال 20% صالح لغايه 30 جو الوغ عندنا هاد لا كارت هادي سي تا منو داكور واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة فوالا عندنا خمسة ديال المنتجات ودايرين هنايا الأثمنة ديالهم ودايرين اون ديسكريبسيون فوالا كيفاش دايرة من الداخل اونبالي بحال هكا عندنا ان كرايون ديال لي ليفغ ديال لا مارك كوكي الوغ ما كنعرفاش كوكي بروفيسيونيل الوغ هذا كرايون ديال لي ليفغ واتر بروف وكيدير 6 دولار ديال لا مارك كوكي كوزميتيك الوغ اللون ديالو جاي تقريبا على البوردو عندي لا ريفيرونس 544 بيري بلام الوغ غادي نسواتشي على يدي نشوفها كيفاش داير نو فيكس حبلي منو على كيدورو تري تري بيغمونتي بزاف عرفتي دوزتو مره وحده عطا لا بيغمونطاسيون هاد البيوتي بوكس هادي هاد لا سيري اللي مخرجين بون ديال هاد الشهر سميتها بيري كراش البيري هما هاد الفاكهه هادي سو كيفي على حسب ما بان ليا الالوان كامله ماشيه لهاد لو تيم هذا عندنا ليكويد ليبستيك ديال لا مارك ستار لوكس الوغ هذا كيدير 19 دولار نورمالمون الوغ هذا ميت هذا مات ليكويد ليبستيك باش نسواتشي ليكم يعني حتى او نادي فونسي بزاف 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 ما عرفت يمكن ندير شويه ونخدمه ولكن ما عرفتش انا هاد الالوان هادو شفتهم فريمون فونسي بزاف الوغ برودوي الاخر اللي عندنا هي ماسكارا اللي كتعطي لو فوليوم الوغ نشوف هادي سي كال مارك الوغ الماسكارا فين هي الماسكارا كدير 24 دولار ديال لا مارك دوس هي مكتوبه هنايا هنا مكتوبه دو وناس الوغ لا مارك دوس ميد ان جيرماني ماركه المانيا هادي ما كنتش كنعرف صراحه هاد لا مارك دوس ابدا عجيبه لومبالاج ديالها ديال البلاستيك لا بروس ديالها في البروس ديالها باينه من النوع اللي كيعطي الفوليوم لان فريمون فيها لو بوال بزاف 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 فكنظن هذه تكون كتعطي الفوليوم كنتمنى جوست ما تكونش كتثقل بزاف على العينين جميع الاحوال دابا نجربها ونقول لكم كيف دايره عندنا ان اوتر برودوي اللي اونبالي هكا لا مارك ماناكادار بيوتي وهذا قال لك اي شادو وفي نفس الوقت ايلايتر وفي نفس الوقت بلاش يعني ثلاثه في واحد ماشي كريمي لا شويه ما بين كريمي وبودري سي تري تري جولي شوفوا كي داير يعني هنا يقدر يبان لكم مع الضو كيعطي الاضاءه ولكن الا شفتوه الي تانتي فهمتوني يعني انا شخصيا هذا نبغي نستعملو اي شادو فوق عيني ما نستعملوش كوم بلوش نقدر نستعملو شويه كوم ايلايتر ولكن ما نستعملوش كوم بلوش لانه كيلمع بزاف ما تخيلش هذا نديرو على خدودي غنولي كامله كنلمع فوالا اخر برودوي هو هذا نشوفو شنو هو مارك هيكاري حتى هاد لا مارك هادي ما كنتش كنعرفها ابدا مع دينا بلاد امريكانيه هاد لو برودوي هذا كيدير 15 دولار او ابارامون سي اون بيتيت باليت الوغ غادي نشوفو سي اون بيتيت باليت اللي فيها اربعه ديال لي كولور فوالا اربعه ديال الالوان ما فيهاش مرايه هنايا يعني مي سي با غاف اصلا باليت صغيره فيها اربعه ديال الالوان غامقين
واللي يتماشاو مع لي زوطرو برودوي اللي كاينين. الوغ غادي نشوف البيغمونطاسيون كي دايره. بون البيغمونطاسيون د هذا بصراحه عيانه، يعني واخا كنديرو بريسك ما كنشوفوش كاع. غادي نشوف البيغمونطاسيون د هذا فريمون، هذا بحال دابا سيتان غري راه ما عندي، يعني درتو وعاودت يلاه باش عطاه هاد هاد اللون هذا اللي خفيف بزاف. بيغمونطاسيون صراحه ماشي كتما. بون فوالا، ان توكا هادشي اللي كاين. اون جينيرال لا بوكس مزيونه، فيها دي برودوي اللي مزيونين، بزاف ديال لي مارك اللي كيتباعوا. دخلوا تشوفوا الاثمنه ديالهم، وسورتو انهم كيليفريو بارتو في العالم. وايضا بالنسبه للي بيوتي بوكس الا بغيتو تكومونديو شي بوكس، راكم عارفين هاد لي بوكس هادو ان توكا نتوما وزهركم مره كيجيو فيكم دي برودوي زوينين واللي كيلائموكم مره لا، لانه ما كتكونوش اون جينيرال عارفين شنو كاين في البوكس. المهم صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي نوض نغسل عليا هادشي وغادي نمشي نصايب العشاء. نو غادي نمشي نصلي هو الاول عاد نصايب العشاء. بون نتوما غادي نتلاقى معكم نيشان في الكوزينه، ولكن ما غاديش نمشي نفيلمي دابا. في العشاء غادي نصايب واحد لاغوسيت اللي هي سهله مهله بنينه بزاف، ولكن ماشي صحيه بزاف. نقولها لكم من دابا، جميع الاحوال عاد نتلاقاو واكتشفوا معايا لاغوسيت، ومن بعد عجبتكم يمكن لكم تصايبوها في داركم وتشوفوها كيفاش دايره. يلا نتلاقاو من دابا واحد شويه في لاكويزين. الو شنو غادي نوجد للعشاء؟ غادي نوجد لادانت فلا عوض ما نديرها في البيض، في الطحين والبيض ولا شابلوغ، غادي نديرها في شيبس. هادشي علاش قلت لكم ماشي صحيه، ولكن ما غاديش نستعمل شيبس اللي هو ميدلم بزاف. اون توكا هاد لادانت هادي انا ديجا عندي في الثلاجه، البارح شرملتها وكلشي. انا نقول لكم شنو درت فيها، خليتها الليل كامل وهي كتشرب مزيان في الشرموله باش تجي بنينه، ودابا عاد غادي نصايبها. المهم انا غادي نقول لكم شنو درت فيها وغادي نوريكم الطريقه ديال التحضير. المهم اول حاجه لادانت هنايا البارح شرملتها، درت ليها شويه ديال القزبر، شويه ديال سكينجبير غبره، درت ليها دريز ديال الثومه، وزدت ليها لادانت زدت ليها لا موتارد لونسيان. انا غنوريكم لا موتارد لونسيان اللي كنستعمل. لا موتارد لونسيان اللي كنستعمل هي هذه، انا نقد لكم الزوم عليها. فوالا بيو ديال كارفور. الوغ هاد لا موتارد لونسيان اللي زوين فيها على يتسالى ليا هو انها ما مجهداش بزاف، كتعجبني لانها كتزول ليا الزفوريه ديال الدجاج وديال لادانت فيها بحال واحد الحبيبات. الي ديفيرونت على لا موتارد العاديه، كيعجبني نستعملها بزاف في لي غوسيت ديالي، ولكن الا ما كانتش عندكم استعملوا لا موتارد العاديه. غير لا موتارد العاديه مجهده على هذه، فديروا كميه اللي هي قليله. مثلا انا لهاد لادانت كامله درت معلقه صغيره د لا موتارد لونسيان. نتوما الا كنتو كتستعملوا لا موتارد العاديه ديروا غير نص معلقه ولا عندكم ميزانكم. الوغ انا شيبس خديت دوريتوس اللي حار. انا دوريتوس كيجيني ما ميدمش بزاف بحال الشيبس العادي ديال البطاطا. بون فوالا، هذه هي الكميه اللي صايبت. اصلا هذه الكميه هي اللي غادي نتناولوها. دابا هذه غادي ندخلها الفران باش طيب، ما غاديش نقليها. بامكانكم تقليوهم ولكن غادي تزيدوا تزيتوهم. انا غندخلها الفران طيب مزيان حتى طيب لاداند وتحمر لينا، وديك الساعه غادي بامكاننا نتناولوها ونقدموها. فوالا غادي ندخلها دابا الفران حتى طيب مزيان لاداند وحتى يتقرمش لينا ويتحمر لينا من السطح ديالو. فوالا بالنسبه للفران غادي نسخنو على درجه حراره متوسطه، وعينكم ميزانكم مره طلعوا عليها حتى تلقاوها وجدات. فوالا خرجتها من الفران كما كتشوفوا محمر كيجي مقرمش، غنتسنى غير يبرد وندوقو نقول لكم كي داير. ميام ميام.
غادي نذوقوا هادو ونشوفوهم كيفاش جاوا. غير مقرمشين زوينين. شوف تقرمشه بحال ديال كنتاكي. vraiment واعرين واعرين بزاف. تجو فريمون طايبين من الداخل. خليتهم تقريبا شي 40 دقيقه في الفران ولا 45 دقيقه، ما فاتش 45 دقيقه على عافيه متوسطه. مي فريمون فنين عرفتي كيجيو. دابا ما كتقليوهم ما والو في الفران، كياخذوا وقتهم. الشيبس ما كيزولوش من بلاصتو، ما كيجيش ابدا مزيد، ومن الداخل كيجي انا ما كنبينش كاع في الكاميرا. ومن الداخل كتجي لادان طيبه، فريمون لادان كتجي طيبه وبنينه بزاف، حيت شاربه الشرموله مع البرا كتجي محمره. فريمون جربوها جربوها وديروها بدوريتوس. فريمون واعرين لذيذ بزاف، فريمون جربوها. بون يلا خليتكم على خير، تلقاو ان شاء الله فيديو جايه. ولا عجبتكم هاد الفيديو هادي كما العاده ما تنساوش ديروا لايك 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 لايك. الا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش تشاركوا في القناه، و نعطيكم ان شاء الله في فيديو مقبله. تهلاو ليا فراسكم. سلامه. كنت عشو كنت فرش ماستر شيف. هاد لا سيزون هادي ماستر شيف زوينه، عجبوني الناس اللي مستضفين فيها ماستر شيف وانا ماستر شيف. هما كيصايبوا الماكله وانا كناكل.